بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم التواصل جاري مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا في أرضية هذا الميدان. نتمنى دائما التوفيق والناموس لهذه الشعارات. شوطنا بنقول الخامس الذي خصص للإبكار المحليات الأصايل في دفعتنا الثانية. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للأخوة المشاركين والحضور هنا في هذا الانطلاق الجميل. أذهب إلى المركز الأول، هناك غبة لماجد بن سعيد بن ثامر المنصوري. النقل على اليابسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثالث مصيحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس. بينما اللي في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم واحمد بن علي بن عامر العويسي في تضمير الشاهرية. خامسا مشغلة لسمو الشيخ، ولا في المركز الخامس عفوا، من تأتينا العزرة سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن علي بن واس. وفي المركز السادس هناك من الجانب الثاني بنقول له بشاير لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم واحمد بن علي بن عامر العويسي. النقلة على المركز السابع، اللي في المركز السابع هنا من تأتينا عنيدة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبد الله بن مر بن حلوة اكتبي. ثامنا النشوة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبيد بن صبيح. وفي المركز التاسع، اللي في المركز التاسع هناك من تأتي في هذه الأعضاء الشهرية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بن محمد الملعاي. وثامن المراكز هناك من الجانب الثاني مشكورة حمد بن رملي بن محمد العامري. وفي المركز التاسع ما شاء الله بنقول هناك شاهنية لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن أحمد بن رفيعة. وعاشر المراكز، اللي في المركز العاشر مستمعين الأعزاء هناك إنجاز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالفوت تمام. غبة ما شاء الله المسيطرة على المركز الأول ماجد سعيد ثامر المنصوري من يقود هذا الشوط. النقل على المركز الثاني اليابسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثالث من تأتيني في ثلاث المراكز الشهرية، رابع المراكز بشاير لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم واحمد بن علي بن عامر العويسي. وفي المركز الخامس هناك مشكورة حمد بن رملي بن محمد العامري. نعود والعود أحمد من جديد، نعود إلى غبة ما شاء الله، إلى الوثبة، إلى الوثبة، إلى العاصمة، إلى أبوظبي. هناك في العزبة الخاصة يا ماجد بن سعيد بن ثامر المنصوري من يقدم غبة ما شاء الله في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق المميز هنا مع انطلاقات الابكار محليات الاصايل. بينما المركز الثاني اليابسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثالث هناك بنقول ما شاء الله عنيده سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم عبد الله بن المر بن حلوه الاكتبي. المركز الرابع العزره لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد مكتوم
وايضا مطار بن علي بن واس نقله على المركز الخامس، هنا ذخيره في خامس المراكز لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن مكتوم ومطار بن علي بن واس. يا سلام يا غبه، اعود الى غبه غبه غبه، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، يا غبه على المركز الاول من تسيطر، ولكن عنيده بدات تقترب، عنيده بدات تقترب من الحدث، بدات تقترب من الحدث والمعركه الجميله. يا سلام ال 200 المتر الاخيره اللي يفصل لنا عن خط النهايه، غبه غبه ولا عنيده، عنيده ولا غبه، اللحظات الاخيره اللحظات الجميله، غبه غبه عنيده، غبه غبه ولا عنيده، اللحظات الجميله. تهانينا لماجد بن سعيد بن ثامر المنصور المركز الثاني، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث، سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع، ايضا سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مشكوره، خامسا حمد بن رملي بن محمد العامري. 6 دقائق التوقيت 17 9 الثانيه، تهانينا والناموس.